بنيطو يقول لهم الضغط يزداد علينا بفوز العربي ومركزنا ليس الأخير، لكننا نبحث عن الصدارة. ومن تصدر أحداث الشوط الأول هو الأهلي وليس الوكرة، حين دشن الحارس سعود الخاطر بكرتين اثنتين بها، واسم الأردني يزن انعامات، وفي الثالثة كانت ثابتة. وكلام بنيطو في البداية كان مستحقا لرفاقه الذين تراجعوا وتقبلوا الأول. الإكوادور وعقبة هولندا، لكن هذه خطيرة خطيرة. الله 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 الله، لم يهدأ لم يهدأ. نعم، وما يرتاح له بال، هذا اللي ما يرتاح له بال إلا إذا يهز الشباك، إلا إذا يهز الشباك. وإذا تعلم جمهور الجنوب ونحن مثلهم على أداء فريقهم الممتع، فأننا افتقدنا لون البحر وملوحة مائه، فبانوا خاملين غير موفقين أمام الشباك، خصوصا الأنغولي دالا والجزائري بنيطو. وحبل الأهلي ما زال هو الأخطر بظل وجود هكر للحواسيب اسمه هني، وهو يمرر المعلومة من تحت الأفكار لكنها لم تأتي بالثاني. سفيان يتقدم، سفيان، الله الله، يا سلام يا سلام على اللعبة الماضية كانت على طريقة. وبالعودة إلى الأداء، ولماذا لم يرتقي للمستوى المعهود لأصحاب المركز الثاني وحتى لكتيبة العميد هي الأخرى، وإن شهدنا تقدمها ففي استراحة شرب الماء تعطيك الانطباع كاملا. ملاعب كأس العالم المبردة تصلح لأن تلعب بها وتقدم أجمل معطياتك، أما هنا فالوضع لا يحتاج إلى شرح كثير، وإهدارهم هو الآخر أمام الشباك غير مبرر، فهم أضاعوا على قدر ما استطاعوا، ومن استطاع أن يسجل الثاني هم مجموعة من اللاعبين وليس واحد. حين بدأها الجزائري هني وأكملها القائد علي القادري ويزن العيمات، وشاركهم جميعا بالخطأ الحارس سعود الخاطر. الثاني، نعم صعب المهمة، إحساس بالهدف أتى بعد خطأ، المرة الأولى ناجحة يا خاطر. الوكرة، وبآخر 10 دقائق من اللقاء قد استفاق وأعاد نفسه إلى المباراة، وأعاد لنا سيناريو الماضية بين الأهلي والغرافة الأخيرة، حين سجل بنيطو هدف تقليص الفار، فبانت أسنانها وتبسمت شفائفها لأهل الجنوب وهم يقولون نتأخر صحيح لكننا لا نعرف الخسارة أبداً. ما ضاع الوكرة، ما ضاع الوكرة، ولا ضيع نتيجة المباراة. الوكرة يعود، الوكرة يعود عن طريق أميد إبراهيمي. نعم نعم نعم، أنا قادم من الجنوب وأنا متحدي، أنا قادم من بعيد وأنا قدها، أنا جايم للوكرة. وعليكم علي يا جمهور الأهلي، عليكم علي يا أهل الدوحة. الوكرة أضاع بآخر 10 دقائق أهدافاً، ولا أقول هدفاً أو هدفين، لتكون هي المباراة الثانية للأهلي يتقدم ويهدر الفوز بسهولة. تجاوزت ولا ما تجاوزت الخط؟ راحت ولا ما راحت؟ راحت الجول ولا ما راحت؟ يا كنعان.